بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لشهدائنا، والشفاء لجرحانا، والحرية لمعتقلينا. يعلن الجيش السوري الحر الالتزام التام بخطة كوفي عنان لوقف العنف في سوريا ببنودها الست، وذلك للسماح بدخول لجنة المراقبين الدوليين والاطلاع على حقيقة ما يجري على الأراضي السورية. ويعلن التزامه بما يلي: أولا، يعتبر الجيش السوري الحر قدوم المراقبين الدوليين إلى الأراضي السورية تحركا متأخرا من قبل المجتمع الدولي، ولكنها خطوة أولى لوقف حملة القتل والقمع الممنهجة التي يرتكبها النظام بحق الشعب السوري. ثانيا، دعوة المراقبين إلى التحرك بحرية تامة في كافة الأراضي السورية بما فيها الأراضي التي يتواجد عليها الجيش السوري الحر. ثالثا، دعوة المراقبين للإقامة في المناطق المنتفضة والساخنة، وليس زيارتها فقط، حتى يكونوا شهودا على عمليات القمع والقتل وخروقات النظام المستمرة لكل اتفاقيات وقف العنف المبرمة معه. رابعا، ليس من مصلحة الجيش السوري الحر والمعارضة السورية بكافة أطيافها الاعتداء أو اعتراض عمل لجنة المراقبين الدوليين، ونحن مستعدون لتقديم كافة العون والحماية اللازمة من قبلنا لتسهيل مهمة البعثة. خامسا، نعلن التزامنا التام بالهدنة المنصوص عليها في خطة كوفي عنان، ونحتفظ بحق الدفاع عن النفس بأدنى حدود الردع والقوة، تفاديا لعرقلة مهمة المراقبين وتعطيل خطة مجلس الأمن. يدعو الجيش الحر المجتمع الدولي ومجلس الأمن ألا تكون هذه الخطة مهلة جديدة للنظام ليواصل أعماله الإجرامية بحق الشعب السوري. عاش السورية حرة أبية.